سبحان الله. أول شيء لو أنك تملك كعين النصر سوف تكون قادر على رؤية النملة من على سطح مبنى بارتفاع 10 طوابق. هذا النصر. المعلومة الثانية تقول لن يتوقف أنفك وأذنك عند لن يتوقف أنفك أو أذنك عند النمو ويستمر هذا طول حياتك. وهذا اي حجم انفك، يعني اذا حجمك شلون زي شياب الحين خشمهم كبير وليدنا كبيره، صح؟ هذا النمو خلاص كبر السن هذه، يعني ابني واذن محمد ما عاد بكابره، النمو تبقى على حجمها، يعني تنام تقوم النمو يمشي، لا فنك وخشمك لا تنمو، كل ما له تكبر ما توقف من الكبر، صح؟ ايوه كذا ايوه الخشم. ما تفكر تصغر؟ ها؟ لا ما تصغر خلاص، اذا كل ما تكبر تكبر معك. تقدر تقرا الشاشات؟ طيب الصوره اللي بعدها مع الصوره الثالثه. الثالثة بنحركها، حركها كذا، يلا حركها، حركها بالله يا زيد، بسم الله يا زيد، حركها بسم الله، حركها مع الشاشة، لا مع الشاشة هنا، وينها؟ مع الشاشة، يلا يلا يلا، لا على خفيف، طيب يعلق يعلق الجهاز، وقف، 1 2 3 احس من عندك لا لا. طيب طب خلينا نبدا، قول سبحان الله، قول سبحان الله ان الانف والاذن تكبر. يلا هذا الحيوان اسمه غرير العسل. عرف انه بانه ياكل الافاعي السامه ويخطف صغار الفهد ويسرق طعامهم من الاسود. ايوه هذا هذا الاسود، اي الاسود الشاب الاسود الصغير الصغير ذا اسمه غرير العسل اسمه. سبحان الله على حجمه الصغير. اي والله صغير شلون؟ لا تحقرن صغيرة. اي والله احذر شر من قرب. طيب الصوره الرابعه. طيب هذا سمك قرش. الله انسان اسنان السمك القرش مغطاه بشكل طبيعي بماده الفروياد، الفروياد والتي تعمل وكانها معجون اسنان طبيعي للقرش، وتبقى بفمه نظيفه وصحيه. اللي هي وش؟ القرش ذا اسنانه، صح؟ اسنانه نظيفه، يعني ماده في المعجون، يعني كان فيها معجون اسنان، يعني طبيعيه، كل يوم نظيفه، كان ينظفها، يعني ما يحتاج تنظف، ان شاء الله هي نظيفه ان شاء الله. يا ريت اسناني. هذه معلومة غريبة تونا اسمعها والله. والله هاتي لي صورة بس. طيب شوفوا الصورة. الصورة تقول الطنان هو الطائر الوحيد الذي يمكنه الطيران للخلف. سبحان الله. يمكن تطير الخلف. يا تقدر تطير؟ يجربه. جنة يا تو يجربه. خليك تطير على قدام عشان تطير على. طيب الخامسة. المعلومة الخامسة. هذا اسمه فلفل الشبح. الشبح اهم شيء من شكله بالهند هو اكثر انواع الفلفل حراره. احب من الفلفل العادي ب 400 مره. تحس بوجع الحراره بالانف لمده ساعه. لعبه ترى انا 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 اعشق شيء اسمه فلفل. كله ذا نجيب مندوقه، نجيب مندوقه والله قدام، والله قدام نسافر انا وياك نجيبها. طيب الصوره السادسه. اندومي حدي انا. جمهور يشاهدون قتال بين خيول عليه ما ماتوا في الصين. وشلون؟ خيول جماهير يناظرون الخيول يضربون عليه ما ماتوا، مات واحد منهم. سبحان الله. هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ اندرتيكر الثاني. صار ابيض صار جماعية ابتدي. طيب الصورة السابعة. شاطئ يضيء بلون الازرق في جزء المالديف. والله شكله جامد، اتمنى اني اسافر سفره هنا. طيب ان شاء الله الاصل حربي نصور تقرير هناك علشان الشاطئ هذا ونرجع. لازم بدايه كلها ابو نايف، ابو نايف بسافر معك. قال تم، قال تم، قال تم، تم خلاص، خلاص تم على بدايه. ترى الجمهور يشهد، ما فيه ما رحميني خلاص خلاص. قال تم اكيد، قال تم، تم اشهدوا. يلا الحين تحطنا بس. مصور الماني التقط صوره نادره الفقمه تضحك باحد الجزر القريبه من السويد. شو تضحك بعد؟ شلون بس غمباز؟ اشارت بانها اسعد فقمه في العالم. الله يستر عليك. يعني اشارت انها اسعد فقمه، اسعد واحده الحين الفقمه هذه. ما شاء الله عنده غمازه طويله تحت. طيب هذه معلومه خطيره والله، اول مره اسمع فيها ذي. معلومة مرة مرة قوية، الحين راح نشوفها. هذه العاشرة. لندن تعين 10 حمامات دورية لكسوة التلوث الجوي.
يجيبوننا عندنا في الرياض. هذا الجهاز اللي وراه يكشف التلوث الجوي. يعني الدوريات 10 حيواناتهم. والتلوث الجوي هذه تنظف التلوث يعني لا تكتشف على شيء. تكتشف كذا. يعني تعطي في الجهاز. هذه جواها في الرياض كان تعبت. يحتاج 100 يعني. دبل. الحين خلصت الفقرة أقول لك شيء وإن شاء الله تكون عجبتكم. الله يعطيك العافية. بداية جميلة. معلومات جديدة والله. معلومات غريبة يعني. طيب شباب. يعطيكم العافية شباب. يعطيك العافية مشعل على الفقرة الأجمل من الجميل. أنا بروح أنصلك شاي هنا. لا 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 هيا تكي قوم ما فيها. أنا والله جتني رد الآن بعد الجلسة بخفيف الآن نشوف الانترو ونرجع لكم. يلا هوب تكاستر نعيش دايم فيا وأحلى لقاء على المحبة والصفاء نمشي على درب اللقاء ونعيش دايم في ارتقاء نعيش دايم في ارتقاء. يعطيكم العافية شباب. هذه فقرة التعرف على المرة هذه بطريقة جديدة. بطريقة الضيف موجود الآن لكن وينه ما ندري. أكيد الضيف موجود في الاستديو لا تخافون لكن وينه ما ندري. لا ما بعد لا يكون القطوة على أسئلة. دعست عليه على يدها. والله العظيم القطوة ذا جد. والله دعست على يدها. والله يصلح. أنا وش قايل لك؟ أجزي. أنا وش قايل لك؟ والله واحد يدخله. محمد والله لازم يدخله يا زيد ما يصلح. يا زيد دخل منها. طيب فقرة تعرف على الآن بطريقة جديدة. الضيف موجود. حلو. بنسأله أسئلة. يعني بكلم. ترى أنا ما أعرف عشان بس ما تحمسون كلكم حتى أنا ما أعرفه من الضيف. حلو. الضيف موجود معنا في الاستوديو بنسأله أسئلة بيجاوب. بنعم هو بيجاوب يعني أو موجود لا. معنا ولا هو الآن مو بيجاوبك لكن الآن ما ندري وين يعني الصوت بيطلع عندنا بيطلع عندنا صوت بكر بنسأل بعض الأسئلة بيجاوب بنعم أو لا حتى نكتشف شخصيته ونتعرف عليه. طيب نبدأ بالأسئلة. الضيف جاهز الآن. حلو. طيب نبدأ بالسؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. طيب وش أبدأ بالسؤال يا سؤال ألو السلام عليكم. هذا يقول عندك هو هنا تسال سؤال ألو مين يا ألو عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو تسمعني؟ ألو ما اسمع. طيب اسأل اسأل سؤال. أسألك سؤال أوكي. السؤال هل أنت منشد؟ لا 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 من عقب لا وأنا عارف. طيب هل أنت ممثل؟ ما بطلعي ها ايه لا جاوب لا ايه يقول اشوف بس. طيب انت طويل القامه ايه يقول ايه. طيب وش رايكم شاركونا يا جمهور في الهاشتاج بيتنا الدرتكور الكبير 41 انجليزي شوفوا خمنوا من الشخصية اللي موجودة عندنا. نسأل بعض الأسئلة ممكن نقرأ أسئلتكم في الهاشتاج بيت الاندرسكور الكبير 41 بالإنجليزي. مشعل عندك سؤال؟ ايه قد طلعت على الشاشة؟ يقول ايه يقول ايه يقول ايه يقول ايه هذي يعني ايه شايل قطوة جاتة. طيب صدق دقت رابطة هاي مو موجود ترى اسلم. طيب انت سمين نحيف لا اسال سؤال واحد. انت سمين سؤال واحد. انت سمين نحيف اقرب لا لا يقول لا صوت. هل شاركت بزيد رصيدك خمسة؟ لا يقول لا يقول لا. طيب بسألك سؤال هل ظهرت على قناة بداية؟ يقول نعم. والله بطل الصوت نعم. هل انت مشارك في برنامج مكة بيتنا الكبير؟ بيتنا الكبير انت بطل وحدك ايه ولا لا؟ طيب اسكت. هل انت قال ايه. طيب هل انت مو مشارك لا هل انت جيت بزرزيد طلعت بزرزيدك يعني غير انك مشارك؟ طيب نقرا من هاشتاج ايه لا سمعت سؤالي. يقول هل انت شاركت في برنامج زدرتين خمسة؟ مو شاركت مو شاركت لا قام يتعذر الرجال اي لا ولا ايه ايه ولا لا يا شباب لا 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 يقول لا. طيب
وش رايك نقرا اسئله من الهاشتاج؟ انا عندي سؤال، اصبروا شباب اصبروا، عندنا اسئله نهائيه، اصبروا شباب عشان بس نقرا اسئله من الهاشتاج بيت الاندر سكور الكبير 41 بالانجليزي. خمنوا اعطونا اسئله حتى نسال الشخصيه الموجوده. طيب هل انت كبير؟ ايوه ايوه يقول ايوه يقول ايوه 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 دقيقه وشوف. طيب هذا سؤال من الهاشتاج، يلا. هل كنت سجان لسجن زد رصيدك 5؟ لا. قول لا. يلا لا تسوي نفسك قفيط. طيب. والله شوف تبي اقول توقعات؟ لا لا توقعات بس اسئله. اسئله لا بس. طيب توقعات مرجعنا. روح خذ خذ كم سؤال. ليه ما تكون اسئله عندنا؟ اسئله اسئله المشكله كلها توقعات. طيب يلا. طيب انا عندي اسئله منكم. طيب انا عندي اسئله. يلا. نبدا مش على شيء. يلا. وش اسمك؟ على كيف سؤال لا لا خلاص سؤال في ايه. طيب السؤال يقول وش اقول؟ هو ممثل الان. طيب هذا سؤال، هذا سؤال. هل انت ممثل طويل؟ اصبر، هل انت قصير القامه؟ لا قلت له قلت له قال لا يقولك طويل. هل انت قصير القامه؟ لا خلاص خلاص لا تعصب خلاص. طيب طيب دقيقه شو يقول انه مشارك في مكه في بيتنا الكبير. مشارك في بيتنا الكبير. طيب تشم من خشمك انت؟ حلوه تشم من خشمك. تشم من خشمك؟ بامزك. سؤالك خبي. اخا يقول سؤالك خبي. اسمح لي. عندك اسئله يا سليمان؟ ايه. من الهاشتاج؟ هل انت اعلامي كبير؟ اوه. ايه. هل لديك ولد اسمه علي؟ افا. مين؟ لا. إيه لا لا إيه ولا لا يا طال عمرك؟ لا لا خلاص خلاص. هل أنت هل أنت كبير في العمر لكن صغير في الجسم؟ إيه ولا لا؟ غير ذا. لا 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 يقول لا يقول لا. طيب أنا أنت إيه ولا لا؟ لا لا لا. إيه لا. ما شاء الله واضح صوتك ما شاء الله مو كبير اللي بعدها. طيب هل أنت موظف حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وش هي؟ طيب هل انت متزوج؟ طيب عندي ولد اسمعني. طيب هذا هذا سؤال، هذا سؤال من الهاشتاج يقول هل لون بشرتك سمراء؟ طيب ممكن برتقاليه؟ برتقاليه برتقاليه. هل انت وسيم؟ أكيد يقول بعد. أقرب. طيب بسأل عرفت وجهك وش أقرب شيء؟ لا من الأربيز. لا والله ما من الأربيز والله ذكرت. أوه هذا سؤال لازم أقوله بصراحة بسرعة. والله لازم. هل تحب سليمان العقيل؟ لا لا قل لا لا. لا لا شوف هو لا مضروب عنده. طيب هل شارك؟ طيب أنا عندي سؤال دقيقة. يا ويلك والله حطينا سؤال والله ما عندي سؤال أنا. طيب بسرعة هل اسكت اسكت هل شاركت دقيقة دقيقة بسرعة هل شاركت في برنامج مكة يجمعنا؟ أنا بقول هذا السؤال تداخل والله تداخل ربي تداخل. هل شاركت في برنامج مكة تجمعنا؟ لا لا لا. في بيتنا الكبير أنت حاليا؟ لا. هل أنت محبوب؟ الحين يقول لي إيه؟ إيه كفو هذا واثق ذا ما به. هل لحيتك طويلة؟ لا عوارض يعني يقول لها شبك. طيب وش رايك نبدا نتعرف عليه؟ هل كنت تقدم في زد رصيدك فقرة النومني؟ لا 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 اعطاك اياها. طيب وش رايك نتعرف عليه؟ اللي عنده تخمين نبدا بكم اليمين. طيب سعد ما عرفتوني انا. لا والله ودنا نعرفك والله قمط. كان احمد بن لا بس يقول مو بلونتي بس اصبر يا ذا العلم. اها اصبر والله انك قل قلها ثانيه اصبر قل افيد العلم. عفا يا ذا لا 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 تغير صوتك يا اطلع صوت واضح. انت ترى اذا مو بنافعك تغيير الصوت قسم بالله ترجع تاخذ لك دلتين زنجبيل احسن لك خليك راكد. طيب شباب من تتوقعون؟ سعد شوف شوف جيب جيب ما اتوقع ما عندي توقع. انا اتوقع مرجان. هل انت مرجان؟ مو بقايل لك هو الا مو بقايل
يا ربي. يلا دوروني دوروني. يقول دوروني يا شباب. انا اتوقع انه مرجان. هاي يقول دوروني. تعال تعال شو خلنا ندور يا شباب. يقول في الاستوديو يا شباب. اكيد هناك مذكر. اما هناك واحنا موجودين في ذا. يا زيدي تعال تعال مشعل. مشعل اتوقع تعال هنا عند الباب. تعال 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 هنا. تعالي. هاي دور في الحمام. غرفة غرفة عيال. انا بغرفة.